بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده الامتحان يا شباب التاسع في سلسلة امتحانات كتاب بوكلت A1. ده الامتحان الأول الشامل. احنا كل الامتحانات اللي حلناها قبل كده كانت على الوحدات، فتعالوا نبدأ كده نجرب امتحان شامل كده ونخلص الامتحانات دي مع بعض إن شاء الله. أول سؤال بيقول لي when you write، عندما تكتب a view in article، عند لما تكتب رأيك في مقال. your view، رأيك ده should be، يجب أن يكون unbalanced، غير متوازن. تكتب رأي غير متوازن، ولا confusing اللي هو معناها مربك، ولا objective اللي هو موضوعي، ولا biased يعني متحيز. المفروض لما تيجي تكتب حاجة في مقال في أي حاجة في الدنيا يكون أنت راجل objective يعني موضوعي. طيب عايز تاخد بالك إن biased دي معناها متحيز. لو هو راجل كان قال لك shouldn't be، كنا هنقول shouldn't be biased، يعني لا يجب أن يكون متحيزا. we couldn't believe what had just happened. الجملة دي فيها فعلين عايزك تاخد بالك منهم. الفعل الأولاني هو كلمة happen. happen دي ما تجيش في المجهول أبدا. فلما أقول لك إيه اللي حصل أقول لك what happened، دي الملحوظة الأولانية. الملحوظة التانية برضو حتة كده من الحاجات المهمة اللي أنت المفروض تعرفها، تراكمية يعني إنجليزي من اللي أنت عارفه من زمان. لما أجي أقول ماذا يحدث فما ينفعش أقول لك what happened، لا أقول لك what happens كده. طيب لو أنا عايز أخليها ماضي هقول what happened، happened. ولو عايز تعمل مضارع what has happened. المهم ما بتاخدش فعل مساعد زي ما انت فاهم، ما تقولش what do does وكده مع happen. الحاجه الثانيه اعرف ان happen ديت لا تاتي في المجهول، لكن تاتي مستمر عادي. ممكن اقول لك what is happening، ما الذي يحدث، وتبقى الجمله زي الفل واخر حلاوه. دي الملحوظه الاولانيه معانا في كلمه happen. الملحوظه الثانيه معانا في الجمله دي عايز اقول لك على كلمه believe. believe زي think، اي كلمه معناها اعتقد، ما تجيش مستمر اطلاقا. طيب كمل بقى معايا كده. فانا بقول لك في الجمله we couldn't believe، لما نتمكن من ان لم لا نصدق يعني what had just happened، ما حدث توا. it was not bad luck، لقد كان الامر حظا بحتا سيئا يعني. في الجمله دي قبل ما احلها عايزك تفتكر معايا، وانا قلت الكلام ده كتير عشان هو اول مره ينزل السنه دي، ان such a وان وبعدين صفه وبعدين اسم. ممكن كمان نجيب such وبعدين صفه وبعدين اسم، بس بشرط الاسم ده يكون لا يعد او يكون ده اسم جمع. لكن الاسم في الاولانيه دي لازم يكون هنا الاسم يعد، او الاسم ده مفرد معدود برضو، يعني لازم يكون معدود ومفرد. طيب ده الشرطين اللي احنا نطبقهم. هنيجي هنا في الجمله دي سيادتك هتلاقي الراجل بيقول لك باد وبعدين لك. لك دي زيها زي كلمه فورتشن، الاثنين معناهم حظ والاثنين اسماء لا تعد، فما ينفعش اخد اطلاقا. طب سو يا مستر عايز صفه بس وبعدين ذات، يعني ما ينفعش صفه واسم، انت قدامك صفه واسم فتستبعد سو خالص من الموضوع. انف عايز صفه قبلها وانا عندي الصفه بعدها هنا فنستبعدها من الموضوع برضو، اصبح معاك ساتش بس اللي زي الفل. my father gave me valuable A for my driving test. قبل ما احل تعالى اقول لك على ملحوظه مهمه عشان احنا بنراجع، واكيد انت شطور كده ومركز معايا. في كلمه valuable دي في ملحوظه بتيجي عليها دايما بتلخبطنا، خصوصا في سؤال القطعه، السؤال او في السينونيمز والانتونيمز. عايز تعرف ان كلمه valuable دي معناها قيم. حلو، طب اول كده حاجه كده valuable دي معناها قيم، تمام. طب في كلمه اسمها invaluable. invaluable دي معناها ذو قيمة او ذو اهمية، ذات اهمية يعني، من الاخر برضو معناها قيم. طيب في كلمة بقى اسمها valueless اللي معناها عديم القيمة او لا قيمة له. العادة تنتبه لي ان الكلمتين دول ايجابيين لكن الكلمة دي سلبية، فانت بتقول valueless عكس valuable وعكس invaluable. طيب عشان انت ما يجيش في الامتحان يسألك عكس valuable invaluable وتروح انت خطفها وجاري. طيب في السؤال بقى بيقول لك my father gave me valuable A for my driving test، ابويا اداني ايه مفيده للدرايفنج تيست بتاعي. فكره الجمله دي في الاتي، انك انت سيادتك اكيد عارف ان كلمه advice كده دي noun معناها نصيحه وهي اسم لا يعد، لكن انت عارف ان كلمه tip لازم نجيب قبلها ودي معناها نصيحه وهي اسم يعد، عشان كده بتقول it is good. ايه يا ترى، tip ولا advice؟ هتروح انت سأل نفسك هو كلمة tip دي اسم يعد ولا لا يعد؟ لا يعد، فالمفروض كنا نجيب قبله طب advice من غير يبقى تقول it is good tip، it's good advice sorry. لكن ممكن اقولها بشكل تاني اقول لك it is a good او important tip، انها نصيحة ذات قيمة. فالآ صفة واسم، خدنا الآ لان الاسم ده اسم معدود واكيد الكلام ده انت عارفه، بس انا بفكرك. طيب هنا في الجملة بيقول لك my father gave me A valuable A for valuable A for my driving test. انت هنا قدامك valuable يعني قيم، عندك tab اللي هي tabs الضغطات يعني، drop للقطره، وستوبس اللي هي محطات او وقفات، فتبس اسم جمع. طب ما هو ما حطش هنا يا مستر، ما عشان ده اسم جمع. طب هو عايز مفرد كان هيقول لك give me a valuable tip.
طيب ومعنى كده كان ممكن اقول لك برضو advice، نصيحة في الجملة دي كانت تبقى صح، لان مفيش قبلها ايه. The doctors recommended that she recommend that فاعل مصدر او شذو المصدر، فانا قدام مصدر وقدام شذو المصدر يبقى كده بي اند سي. طيب اللي بعدها بيقول لك do all that you can to not your productivity because in the long run، على المدار على المدى البعيد يعني، that is what matters most، لان ده هو المشكلة الكبيرة. طيب تعال نشوف كلمة praise معناها يثني على، عكسها كلمة scold اللي معناها يشتم او يسب وبتساوي tail off. arise دي معناها ينشأ او يظهر، طب rise معناها يرتفع، طب كلمة raise معناها يرفع او يزود او يزود، لكن دي ارتفع او يزداد. انت على حط الكلمة كده في السياق زي الشاطر بالترجمة، افعل كل ما بوسعك لكي do all that you can، افعل كل ما بوسعك لكي ترفع انتاجاتك، يرفع او يزود يبقى raise. He not be very proud of you right now. You disappointed him. يا عم ده انت احبطته. اكيد هو مش فرحان بيك يعني، يبقى كانت عشان المعنى اكيد مش. It's known that too much hard work. من المعروف ان العمل الجاد الكثير can lead to، ربما يؤدي الى burn out الارهاق. بسم الله الرحمن الرحيم كده الاجابة من اولها burn out الارهاق. فانا عايز اقول لك ان لما تشتغل كتير بيحصل لك ارهاق. How many people were at the game last night؟ كم عدد الناس اللي كانوا في الماتش ليلة امبارح؟ كلمة game معناها لعبة، لها المباراة يعني. Almost none. وهنا بقى في ملحوظة قلناها ونقولها تاني، قلناها في أكتر من 70 مرة أقسم بالله، ونقولها كمان لما نكمل المليار مرة ونعدي المليار ونقولها تاني. أفضل أعيد عليك وزن، عايزك تحفظ الكلام ده عشان الكلام ده مهم الله يكرمك. لما تلاقي almost no اعمل حسابك إنك تفكيرك هيروح لفيو وهيروح فقط للتل. حلو. طيب لما تلاقي لما تلاقي quiet quiet أو تلاقي only، فتفكيرك فقط بيروح ل a few و a little. حلو الكلام. يعني التركيز كله لما تلاقي almost no انت عايز few و little، لما تلاقي quiet او only عايز دول. بس خد بالك انت عايز quiet مش عايز quiet. quiet دي معناها هادئ، لكن دي معناها الى حد ما. غير كده كمان ان الفرق التاني اللي بينهم ان quiet اللي معناها هادئ دي quiet اللي معناها الى حد ما دي بيجي بعدها صفة، فاقول لك كوايت هابي كوايت ساد كوايت طول كوايت رونج وهكذا. طيب نرجع بقى لموضوعنا، انا استاذ قدامي اولموست نو، فانا هستبعد افيو وهستبعد الليتل، تفكيري في ليتل وتفكيري في فيو. هقول لك نوت هنا وونت تو واتش ذا ماتش، القليل من الايه اللي عايزين يسمعوا المباراه. هو الراجل قال لك كم عدد الناس اللي كانوا في المباراه فانت قلت لي تقريبا ما كانش في حد هناك، القليل من الناس، يبقى انت عايز حاجه عايده على الناس فتاخد فيو. طب لو هو قال لك هاو ماتش شوجر كنت انت قلت لي ليتل. Psychologists believe that an individual's health is supported by having good social networks. العلماء بيقولوا ان الصحة الايه بتاعت البني ادمين لها علاقة بالعلاقات الاجتماعية. فاتل اللي هي كارثي او قتال او ضخم او هائل. ميتال اللي هو معدني. دنتال اللي هو الحاجة لها علاقة بالاسنان. يبقى منتال اكيد. منتال هيلث اللي هي الصحة الذهنية. اللي بعد كده. This accident could not easily. I wish they had. هنقف عند وش دي شوية. Listen to me. قبل ما حل الجملة انا عايزك تفتكر معايا حتة برضو قلت لك انها مش في المنهج وبتيجي في الامتحان. حتة دي اللي هي كلمة وش، قاعدة وش. انت عايزك تعرف ان وش ممكن تقول I wish اي كان الفاعل. وش تو الفعل في المصدر لو مفيش بعدها مفعول. طيب ممكن تقول I wish وبعدين مفعول وبعدين ماضي بسيط، او ممكن تجيب بعدها ماضي تام. بس انت اكيد عارف وفاهم يا عم الحاج ان ماضي بسيط دي مع جملة المضارع دي، لو اكتب لك هنا لو الجملة مضارع، لكن ديت لو الجملة زمانها ماضي. فعلى سبيل المثال انت كسرت الموبايل، فقول لك I wish you not my phone last night. last night يا ترى هنا هقول لك didn't break ولا hadn't broken. المنطق والعقل والنقل والقلب وكل حاجة والحب اللي احنا بنحل بيه هيقول لك خد didn't break. ليه يعمل حاج؟ ما هو last night كلمة دالة على زمن الماضي البسيط. بس احنا متفقين ان مع وش لو الجملة ماضي بنختار ماضي تام. فانت قدامك last يعني معنى كده ان الجملة ماضي، فحضرتك تختار ماضي تام اللي هو hadn't broken على طول، وتروح مغمض عينك ومختارها. طيب افرض الجملة دي بقول لك مثلا انا عايز اقول لك يا ليتك معي الان مثلا، هقول لك I wish you were يا ليتك were with me now. يا ليتك تكون معي الان. لاحظ انك انت قلت لي يا ليتك ايه
تكون، فتروح واخد ورقة على طول. طيب الحاجة الأهم من ده كله اللي احنا قلنا عليها الأول، I wish to go، I wish to leave، وهكذا. عايزك تعرف إن هم أربع ملحوظات، أدي الأولى وأدي التانية والتالتة معاها، الرابعة بقى يا مستر عشان أنت قلت لهم أربعة ما فكش عليها، خليهم أربعة زي ما أنت قلت. الرابعة يا باشا بتقول لك إن أنا ممكن أقول لك I wish you success، أتمنى لك النجاح، دي رقم أربعة، إنك بتجيب لي بعد وش مفعول وبعدين اسم. I wish you promotion، أتمنى لك الترقية وحاجات كده يعني. ارجع لموضوعنا اللي هو أصلا مش موضوع الجملة، هنحل زي had this listen to me. هو الراجل بيقول لك إيه الحدث، لا this accent could إيه، الحدث دي كان ممكن إيه بسهولة، يا ريتهم سمعوا كلامي، أنت قلت لي يا ريتهم سمعوا ماضي، فعشان كده خدت ماضي تام. طيب المهم هذه الحادثة كان يمكنه أن يتم تجنبها، يعني هل الحادثة دي ما كانتش ممكن ما تحصلش، يبقى كود هاف تصريف ثالث، بس أنا عايز أن تتجنب يعني، يبقى مجهول، يبقى رقم دي، يبقى this accident could have been avoided. لكن لو أنت قلت لي this accident could have avoided يعني كان يمكن أن تتجنب، هي لا تتجنب يعني. We have had to not some of our plans because of the bad weather. كان ينبغي علينا أو اضطررنا إن احنا نعمل إيه في بعض الخطط عشان الطقس السيء، يبقى alter. alter دي اللي هي زي change و modify كده. بريك يعني يكسر، وبريك ذا لو يتعدى على القانون، وبريك ابروميس يتخطى وعدا. يبقى بريك دي ممكن نجيب بعدها لو يعني لا يطيع القوانين، وبريك ممكن نجيب بعدها بروميس اللي معناها يخلف وعدا. وعايزك زي الشاطر والخربوش، وانت عارف يعني ايه كلمة خربوش، دايما بقولها لك خليك خربوش. بريك ذا لو بتساوي فايوليت ذا لو، وبتساوي ديس اوباي ذا لو، وركز ان احنا بنقول مع اوباي ديس اوباي. طيب ارجع بقى يا عم الحاج، خدنا اولتر خلاص. بعد كده the power outage not on 4 days now what should we do. لما تلاقي what should we do اعرف انك عايز هنا مضارع تام على طول او مضارع تام مستمر بداية يعني. فالراجل بيقول لك ان قطاع التيار الكهربائي مستمر بقاله 4 ايام، بقاله ايام الان الى الان يعني. ماذا ينبغي ان نفعل، ماذا ينبغي ان نفعل، ما الذي ينبغي ان نفعله؟ يبقى has been going. ايش معنى؟ عشان انت عايز مضارع تام مستمر. المعنى اصلا بقول لك ان انقطاع التيار الكهربائي مستمر منذ ايام، ما الذي ينبغي ان نفعله؟ طيب هالا always not if she doesn't get what she wants. هالا دايما بتعمل ايه لو ما خدتش اللي هي عايزاه؟ wonder معناها يتساءل. طيب blame يعني يلوم، demand يعني يطلب او طلب، shout يعني يصرخ. اكيد هي دايما بتصوت لما ما تاخدش اللي هي عايزاه. This is the first time I have ever got him not. يا مستر خد بالك جيت مفعول وبعدين تو المصدر، لا لو كان المعنى معلوم، او باست بارتيسيبل لو كان المعنى مجهول. انت بتقول لي دي اول مره، this is the first time، اول مره انا اجعله ينظفه، ينظفه ده معلوم، فانا عايز تو المصدر، يبقى تو كلين اب. I'm not going to take part in the contest. انا مش هشارك في الكونتيست، وانت عارف ان كلمه contest دي معناها competition يعني مسابقه، كومبيتيشن. المهم بيقول لك انا مش هدخل المسابقه دي. It is not worth the effort، هي لا تستحق الجهد، يبقى it is not worth the effort. وانت حافظ المصطلح ده. He changed his mind. It changed his mind يعني غير رايه. And declined، ورفض the company's offer، عرض الشركه. كلمه decline هنا ممكن نحط مكانها refused، ما هو decline يعني refuse، وعلى فكره كان ممكن نستخدم كمان معاهم turn down، التلاتة بمعنى يرفض، decrease يعني يقل او يتناقص. كلمة decline بتساوي كلمة decrease بس السياق مش هنا خالص، reduce يعني يقلل، became lower يعني اصبح اقل، اللي هي قلة برضو. بقول لك which of the following sentences، مين من الجمل دي ليها اقرب معنى زي الجملة اللي قدامك بين قوسين دي. بقول لك no one in my family is taller than my father. طب ما تيجي كده نفكر، تقول ما فيش حد في العيلة اطول من ابويا، حلو، ده معناها ان he is taller than any other member of the family، أو he is the tallest person مثلا in the family، يعني هو أطول واحد في العيلة، تمام؟ تعال نشوف كده الاختيارات. My father is taller than nobody، يعني هو مش أطول من حد، ما هو nobody يبقى نفي، عارف لو هي anybody كنا خدناها، فدي باظت. My father is the tallest person in my family، أطول واحد في العيلة، My father is not، مش طويل زي، لا ما هو أنت ما تقارنش بحد يا باشا، ده أطول واحد. My father برضو isn't، ليس، يبقى دي منفية فغلط. الإجابة كده أصبحت رقم B. إيه من دول معمول لها ترقيم صحيح؟ The clerk who was sitting behind the desk، طبعا دي جملة اعتراضية، عمل لي كومة هنا ونسي يعملها هنا، يبقى دي باظت. طب the clerk وعمل لك كولون من أولها كده باظت. طيب هنا كومة، who was sitting behind the desk، الكومة التانية، gave me a big smile، مظبوط.
طب ذا كليرك هو واز سيتنج بيهايند ذا ديسك، وبعدين سيمي كولون، فملهاش علاقه بالموضوع، يبقى كده باظت، يبقى الاجابه هنا رقم سي. ما تنساش انك انت لما تلاقي الجمله الاعتراضيه في نص الجمله بين قوسين بين اتنين كوما، اعرف ان هي ملهاش لازمه، انت ممكن تشيلها كده وتبقى الجمله ذا كليرك جيف مي ا بيج سمايل. تفكير تاني او تذكير بحته مهمه قلناها قبل كده زمان في امتحان من الامتحانات، لما تقولي ماي سيستر هو از ا دكتور loves meat، دي جملة. وجملة تانية my sister who is a doctor loves meat، دول جملتين اتنين. لو انت مركز معايا في الحوار ده، who is a doctor مفيش كومة، لكن في هنا كومة وبعدين who is a doctor وقفلنا الكومة، اعرف من دي ان هي اخت واحدة، لكن تفهم من دي ان له اكثر من اخت، يعني اختي اللي هي تحديدا دكتوره، يعني مش التانيه، مش المهندسه ولا المدرسه ولا الممرضه، لا ده اختي دي اللي هي دكتوره بتحب اللحمه. لكن انت هنا بتقول اختي اللي هي اصلا دكتوره مفيش غيرها يعني بتحب اللحمه. الحته دي احنا كنا شرحناها مره في امتحان قبل كده، فاحببت ان اشير اليها. في رقم 19 which is the following correct structure برضو، او هيقول لك I have stopped buying the newspaper. الراجل بيلعب على وتر ستوب اي ان جي، وستوب تو المصدر اللي حكيناه قبل كده، مفيش فكره عدت علينا ما حكيناش فيها وطولنا النفس فيها. فلو انت عندك فكره من دول انا ما قلتهاش وانا بكذب عليك، ابقى اكتب لي في تحت في الكومنتس. بص يا باشا، عايز تعرف ان كلمه ستوب دي ممكن نجيب بعدها تو والفعل في المصدر، ممكن نجيب بعدها الفعل مضاف الاي ان جي، دي عيله. كمان ستوب نفسها ممكن نجيب بعدها برضو ستوب نفسها مفعول وبعدين اي ان جي، ممكن نجيب كمان مفعول وبعدين فروم اي ان جي. حلو، الفرق بينهم يا مستر؟ الفرق بينهم يا فاشا ان ستوب تو المصدر معناها يتوقفوا لكي يفعل شيئا ما، لكن ستوب اي ان جي معناها يبطل يعمل حاجه معينه. طيب ستوب مفعول اي ان جي دي معناها يوقف او يمنع شخص من شيء معين، دي برضو معناها يوقف او يمنع شخص من شيء معين. بمعنى عايز اقول لك بطل كلام، بطل، بص امشي مع الماوس كده، بطل كلام، فاقول لك ستوب سبيكينج. عايز اقول لك نريد ان نتوقف لكي ناكل، توقف لكي ناكل يبقى ستوب تو باي. طب عايز اقول لك امنع علي من التدخين، فاقول لك ستوب علي سموكينج، دي اول واحده، او ستوب علي فروم سموكينج دي الثانيه، وكلاهما بنفس المعنى، سواء ستوب مفعول فروم اي ان جي او ستوب مفعول اي ان جي. فالجمله بقى انا عايز افهم الراجل بيقول ايه عشان اعرف انا بحل ازاي، ما كنتش كده بحل بالحب. يقول لك انا توقفت عن شراء الجرايد، يعني بطلت اشتري جرايد. طيب تعال نترجم واحده بواحده. انا قدام الاغنيه ستوب اي ان جي معناها بطل يعمل. طب ستوب تو يتوقف لكي يفعل. ايم ستوبد، اي ستوبد باي، دي هبده مش موجوده، مفيش حاجه ستوب المصدر. اي هاف ستوبد فروم، دي برضو هبده. يا مستر ما انت لسه قايل ستوب فروم، بس انا قلت لك يا فندم ستوب مفعول وبعدين فروم، فدي كده باظت. يبقى انت عندك اتنين هبدتين اتنين هتستبعدهم لما تيجي تحل، اللي هي دي واللي هي دي. طيب يا ترى انت بتقول لي انا توقفت لكي اشتري الجرايد من المكان ده لانني اقرا اونلاين، ولا بطلت اشتري عشان بقرا اونلاين؟ بطلت. يبقى الاجابه رقم ايه؟ بس تاخدها في حضنك وتجري. طيب each paragraph in essay should begin with، من غير ما نقرا اساسا، كل باراجراف في المقال لازم يبدا بالtopic sentence اللي هي جمله الافتتاحيه اللي في الاول دي. طيب هنبقى نمسك بقى القطعه نقراها مع بعضنا على مهلنا ونشوف. انصحك واوصيك تقرا الاسئله الاول. اول حاجه كده الراجل بيقول لك there are three different kinds of burns، هناك ثلاث انواع مختلفه من الحروق. first degree الدرجه الاولى، second degree الدرجه الثانيه، and third degree والدرجه الثالثه من الجروح. حلو. طيب it is important for firefighters to، ما تيجي نتعلم منها حاجه كده، it's صفه for الشخص to والمصدر. It's important for firefighters to be able to recognize، من ان هم يكونوا يقدروا يتعرفوا each of these types of burns so that they can be sure burn victims are given proper medical treatment، عشان لما يجي يتعامل مع حد عنده جروح او حروق يعرف يتعامل معاه ويدوا له التريتمنت المناسبه اللي هو العلاج المناسب. وخد بالك الراجل ما قالكش هنا a medical treatment، لان كلمه treatment اسم لا يعد. The least serious burn، اقلهم خطوره، هو الفيرست ديجري الدرجه الاولى.
which causes the skin to turn red. الجلد بس بيتحول لون الاحمر في الدرجه الاولى، لونه بيبقى احمر. وانا لما قرات الاسئله لقيت دي اجابه سؤال كده بالصلاه على النبي. يبقى كده اول واحده ان الدرجه الاولى بيكون لون الحروق احمر. But doesn't cause blistering، بس ما بيعملش فقاعه كده وبنتفخ وحاجات من دي. A mild sunburn is good example of the first degree. الحرق بتاع الشمس المتوسط العادي ده مثال للفيرست degree burn، للحروق بتاعه الدرجه الاولى. Like mild sunburn, first degree burns generally do not require medical treatment other than gentle cooling of the burned skin with ice or cold tap water. ما بيطلبش منك في الحروق بتاعه الشمس غير انك شويه ميه ساقعين وسلام عليكم. Second degree burns الدرجه الثانيه. On the other hand دي على نقيض على رأي الناحية الأخرى بنستخدمها عشان ندي contrast في الأوبينيون، يعني آراء مختلفة. Do cause blistering دي بقى بتسبب انتفاخات للجلد and should be treated immediately، لازم تعالجها في الحال. These burns should be immersed، لازم تغمرها in warm water، في الماء الايه؟ الورم الدافئ. دي برضو بتهيألي إجابة سؤال. And then wrap in a sterile dressing or bandage، وتلفها كده في ضمادة وتظبط نفسك. Don't apply butter or grease، يعني بص باشا ما تحاولش تحط عليها لا زبد ولا تشحمها بأي حاجة. To these burns, butter does not help burns heal and actually increase the chances of infection. لما حط عليها قطع من الزبد فده ما بيديش إلى تخفيف الجروح، ده بيؤدي لأنها تصبح أكثر سوءا. If second degree burns cover a large part of the body، لو الجروح بتاع الدرجة الثانية مغطية جزء كبير من الجسم، then the victim should be taken to the hospital، لازم ناخده في المستشفى immediately في الحال at once يعني for medical care. Third degree بقى الدرجة الثالثة، ودي ربنا يعافينا منها كده الأخطر. Are those that char the skin and turn it black، دي بتمزق في الجلد وتخليه اللون الأسود. Or burn so deeply that the skin shows white، أو إنها تحترق بشكل كبير جدا لدرجة إن الحروق تبقى لونها أبيض. These burns usually result from direct contact with flames and have a great chance of becoming infected. بقول لك ان الجروح الدرجه الثالثه هي النوع اللي بنتعرض لها نتيجه تعرض للفليم اللهب بشكل مباشر، ودي بيكون فيها خطر انك انت ممكن تصاب بالعدوى. All three degrees burns should receive immediate hospital care. بكل الانواع الثلاثه لازم تتعاملهم مع المستشفى او تحل مشكلتهم مع المستشفى، يعني ما تقرفناش. They shouldn't be immersed in water، لابد انك تنقعهم في الماء. And the charred clothing should not be removed from the victim. القماشة المحروقة أو المحترقة يجب ألا تزال من الضحية. If possible, a sterile dressing or bandage should be applied to burns before the victim is transplanted. It's transported to the hospital. خد المريض في على المستشفى، بس قبل ما تروح حط له حتة ضمادة كده لفلوا بها الجرح عشان الذباب والحاجات دي. Which of the following should be the best title for this passage. القطعة تحديدا لازم اقرا الاربع اختيارات لان كان في خلاف شديد بين الطلب عليها. Dealing with third degree burns، التعامل مع حروق الدرجة الثالثة. الراجل فعلا حكى لي ازاي اتعامل مع الدرجة الثالثة، بس هل القطعة كلها عن الدرجة الثالثة؟ لا، هو بيتعامل عن الدرجة الاولى والثانية والثالثة، يبقى ده تعريف او عنوان قاصر للقطعة. طب الثانية burn categories، تصنيفات الجروح، هو فعلا كان بيتكلم عن تصنيفات الجروح، بس كان بيتكلم عن تصنيف وعن وصفه وازاي نعالجه وايه الاجراءات اللي ناخدها، يعني معنى كده ان هو اقتصر العنوان ده فما ينفعش. هنا بيقول لك how to recognize and treat different burns، ازاي نتعرف على ونعالج الانواع المختلفه من الجروح. تحس ان رقم سي وبي قريبين من بعض، طب ما تيجي نوزنهم بالعقل. هنا ازاي نتعرف على الجروح ونعالجها، لكن هنا انواع الجروح بس. لا فطبعا رقم بي اشمل. طبعا preventing infection is حمايه من العدوى في الجروح، هو ما حكيش عن الحمايه عن العدوى بس، هو حكى عن كل شيء فيما يتعلق بالجرح او الجرح. يعني ايه من دول بيعبر بشكل كامل عن المين ايديا اوف ذا باسج. There are three different types of burns، ان هناك انواع ثلاث انواع من الجروح ولا. طبعا انا شكيت في العنوان ده بصراحه. Firefighters should always have cold compressed، يعني المفروض ان الفاير فايترز يكون معاهم قطع ثلج وهم داخلين وكده، يعني لا طبعا ده مش صح. Different burns require different types of treatment، انا شايف في دي برضو الانواع مختلفه من الجروح بيتطلب انواع مختلفه من الرعايه. Butter is not good for healing burns، الزبد مش مفيد في علاج الجروح. لا هو قال لك ان في جروح معينه بيحط عليها زبد فتنفع. تفكيرك كده دلوقتي منحصر في A و C. مين في دول بقى اللي بيعبر عن الفكره الاساسيه للقطع ديت، ان في ثلاث انواع مختلفه للجروح؟ هنا التعريف ده قاصر. ليه؟ لان في ثلاث انواع مختلفه للجروح وفي ثلاث طرق مختلفه للتعامل معها، فهو كده كل نص العنوان فدي باظت. يبقى الاجابه هنا انواع مختلفه من الجروح بيتطلب انواع مختلفه من العلاج اللي هم دول. طيب الجمله رقم 23.
بقول لك second degree burns should be treated with جروح الأحروق الدرجة الثانية، بنعالجهم بالإيه؟ بالوور موتر اللي قلت لك عليها، عملت لك عليها دايرة دي. first degree burns turn the skin الدرجة الأولى بيحول اللون الأحمر according to the passage وفقا للقطعة. الدايركت كونتاكت إنك لما تدخل على النار مباشرة كده تاخدها في حضنك، يبقى ده درجة ثالثة اللي هي third degree. طب اللي بعدها وفقا للقطعة which is not true، مين في دول مش صح؟ second degree burns cause blistering of the skin، روح حروق الدرجة التانية بتعمل بلسترنج تشق انتفاخات. اه صح دي موجودة فعلا. العلاج الطبي is a must in case of several burns، العلاج الطبي مطلوب في كل الأنواع أو في معظم الأنواع صح. a third degree burn should not be immersed in water، الدرجة التالتة ما ينفعش نحطها في مية، أيوه لأن أصلا جلده بيكون بايش، تحطه في مية تخرب بيته كده. applying grease to burns makes them heal quickly، إنك لما تعمل grease للجروح بيساعدك في إنها تلتئم بسرعة، دي كده غلط. ليه بقى؟ أوريها لك أنا في القطعة دي، معلش هنرجع عليها وأوريها لك. آخر جملة هو الراجل قال لك إيه؟ قال لك if possible مش عارف إيه كده، فين جريسنج؟ الصفحة اللي قبل دي تقريبا، آخر حاجة خالص الصفحة اللي قبلها. قالها لك هنا، بقول لك don't apply يعني لا تطبقها، يعني ما تعملهاش الحركة دي. هنا في الجملة بقى في السؤال الراجل بيقول لك إن عمل التشحيم ده، موضوع إنك تحط حاجة شحوم وكريمات وحاجات كده، بيخلي الجروح تطيب بسرعة. لا ده قال لك ما تعملهاش، يبقى بتخليها تطول وتبقى غلط عليك. أقرب سينونيم لكلمة immediately، immediately معناها في الحال، يبقى دي معناها يا ترى lately مؤخرا، ولا afterwards اللي معناها بعدين، ولا eventually اللي هي في النهاية بتساوي كلمة finally، ولا straight away اللي هي مباشرة نفس المعنى. الكلمة تحتها خط كلمة shared، احنا قلنا عليها معنى الجروح او المحروق، يبقى بتساوي في كلمة burned. ادي القطعة يا فندم خلصت، ادخل على القطعة التانية. الكتاب ده برغم ان قطعه حجمها صغير الا ان فيها بصراحة معلومات معرفية كده بستمتع بيها انا شخصيا. يعني هنا القطعة دي رسالة ليك لو انت ان شاء الله رب العالمين ربنا اكرمك وبقيت دكتور، او لو انت بقيت مدرس، انك ما تتنرفزش على العيال وما تتنرفزش على المرضى، يعني خليك كيوت كده ما تعملش زيي. Dealing with irritable patients is a great challenge for healthcare workers on every level. بقول لك التعامل مع المرضى الانفعاليين ده تحدي كبير بالنسبة لكل الناس اللي بيشتغلوا في المجال الصحي. It is critical that you don't lose your patience when confronted by such a patient. بقول لك ان من الضروري جدا انك لما تكون بتتعامل مع واحد من الناس دول انك ما تفقدش صبرك وتكون حد كيوت وصبور. When healing irate patients، عندما تكون تتعامل مع المريض الانفعالي اللي هو بيتنرفز كتير، الراجل اللي اعصابه محروقه دايما، اللي هو الانجري، اللي هو الباد تيمبر، اللي هو الجرامبي، اللي بيكون ان باد تيمبر، اكيد انت عارف كل ده وانت حافظ كلمه اريت قبل كده. بي شور تو ريمبر ذات ذي ار نوت انجري ات يو، اعمل يا عم حسابك الناس مش زعلانه منك انت، اقسم بالله. ذي ار سمبلي بروجكتنج ذير انجر، هم بيعبروا بس عن غضبهم ات سمثينج ايلس اونتو يو، هم بيحولوا الغضب بتاعهم اللي بسبب الالم بيروح ملبسونه لك انت وتشين انت الليله. Remember that if you respond to these patients as irritably as they act with you، تذكر انك لو تعاملت معهم بنفس الغضب اللي هم بيتعاملوا معاك بيه، you will only increase their hostility، هتزود من عدائهم ناحيتك وممكن يقوم يضربك. Making it much more difficult to give them proper treatment، وده هيخلي الدنيا تبقى خراب وما تعرفش تديهم العلاج المناسب. The best thing to do is to remain calm، ان تبقى هادئا، ال دي silent. And ignore any imprecations، وأن يعني تتحمل وتتجاهل أي لعنات المرضى ربما يلقونها عليك. Such patients مثل هؤلاء المرضى may be irrational and may not realize what they are saying، ممكن ما يكونوش واقعيين وممكن ما يعرفوش أصلا هما بيقولوا إيه، حتى بعد ما يخف يقول لك أنا قلت كده مش معقول. Often these patients will purposely، كلمة purposely أنت أكيد عرفتها اللي هي أخت on purpose، ولما اقول لك اخت اون بيربس يبقى انت عارف ان هي اون بيربس وبيربسلي وانتنشنالي وايه كمان كان في كلمه تانية ديليبريتلي، الاربع كلمات دول بنفس المعنى انت اكيد عارفهم. تراي تو اد تراي تو انجر يو جاست تو جيت سم رياكشن اوف يو اوت اوف يو، خد بالك ان هم احيانا بيعملوا كده متعمدين بحيث ان هم ياخدوا منك رد فعل، يعني بينرفزك عشان تعمل حاجه، انت ما انت واقف ثلاجه برضو. يعني if you react to this behavior with anger، لو انت ردت على السلوك ده بغضب، they win by getting your attention، هما كده فازوا لان هما خدوا انتباهك.
فهتيجي تشتمه وتدي له الدواء، فان هو كسب. But you both lose، لكن كلاكما يخسر، يخسر because the patient is less likely to get proper care، لان المريض ربما يعني فرص حصوله على العلاج بتكون محتمله فقط مش مؤكده. السؤال الجميل الاولاني، كلمه اير ريت دي بتساوي، او هو عايز ايه، نير بتساوي الريجولار اود يعني غير منتظم او شاذ غريب يعني، هابي وتشيرفول سعيد ومبتهج، ولا ill tempered و angry هم دول اكيد، فانا طبعا مضحك. طيب ال passage suggests that health care worker، القطعة دي بتقترح لك ان الناس اللي هم بيشتغلوا في المجال الصحي المفروض easily lose control، ان هم يفقدوا يعني انفعالاتهم بشكل سريع، ولا are better off not talking to their patients، ما يتكلمش مع المريض خالص، must be careful in dealing with irritable patients as they may show the hospital، لازم الدكتور ياخد باله من ما يتعاملش مع مريض بانفعال لان ده ممكن يحاكم او يقاضي يعني المستشفى، ولا هنا بقى اذكرني ربي اديكت ان اديكت، طبعا انت عارف ان اديكت معناها enough كافي يعني، ان اديكت يعني غير كافي، دي كانت may provide، may provide ممكن يقدموا علاجا غير كافيا if they become angry at patients، اكيد هي دي رقم دي. بس تعالى ما نفهم السؤال كده، القطعة بتقترح ان المريض، ان الراجل اللي بيشتغل في الهيلث كير لو كان منفعل هيدي علاج غير كافي، واللي قالها في الاخر خالص اهو، قالك because the patient is less likely to get proper care، هياخد علاج غير كافي او غير مناسب. طب اللي بعدها بيقول لك an imprecation اللي هي اللعنة، is most likely، اللعنة يعني الشتمة والسبة، object اللي هو an object اللي هو شيء، ولا a curse اللي برضه معناها لعنة، ولا a joke نكتة، ولا medication اللي هو تطبيب او معالجة، اكيد هي curse. ايه من دول بيعبر بشكل كويس عن ال writer's view about ال rate patients، عن رأيه في المرضى المنفعلين. some ال rate patients just want attention، ان هم بس عايزين اهتمامك، اكيد من اولها كده هي دي. طيب يا ترى رقم بي، ان الناس المنفعله ديت لازم نخليهم يستنوا العلاج، انت كده هبلت اكتر. managing a rate patient is the key to successful career، التحكم في الراجل المريض ده هو المفتاح النجاح، لا ما قالكش تحكم فيه، قالك سيبه براحته وادي له الدواء. مول ريت patients are always they're mutable، المفروض irritable يعني are always miserable، ان هم الناس دول بيكونوا دائما بائسين، طبعا برضو غلط. المهم الإجابة رقم إيه زي ما اتفقنا. طيب رقم 30 بقول لك responding aggressively to irritable patient، انك ان يكون رد فعلك عدواني على المريض المنفعل، is the best solution، افضل حل، انت كده ما حلتش. can make matters worse، ممكن يخلي الامور اسوأ، بيساعد في العلاج الناجح، انت كده جبت له السكر والضغط برغم انه كان جالك اصلا بس بطنه بتوجعه. help health care workers to do their job، بيخلوهم يعرفوا يعملوا شغلهم بشكل مناسب، يبقى كده الاجابه رقم بي فعلا. طيب the closest antonym، افضل antonym عكس للكلمه اللي هي purposely، purposely يا مستر هنقولها تاني، بتساوي كلمه intentionally، قسما بالله انا كتبتها قرابه ال40 مره دلوقتي، يا ريتك تكون حفظتها بقى، intentionally، وبتساوي on purpose يعني عمدا وتعمدا، وبتساوي deliberately اللي معناها عمدا ومتعمدا، وبتساوي purposely، الاربعه دول نفس المعنى. فانت عندك purposely الكلمة دي هو عايز كلمة عكسها، عكسها يبقى unintentionally أو by luck، unintentionally دي بتساوي by luck بالصدفة، أو by chance، by chance بتساوي الناس دي كلها كده. طيب healthcare workers need to be with patients، لازم يكونوا إيه؟ لازم يكونوا صابرين كده ويستهدوا بالله يا جدعان. طيب السؤال الترجم، السؤال الأخير the best title، ده إحنا كنا ناسينه، أفضل عنوان القطعة دي how to cope with irritable patients، إزاي نتعامل مع المرضى الإنفعاليين. طبعا انا بقول لك عن دور الرعايه الصحيه في محاربه الامراض، ما حكالكش عن كده، المستشفيات مجهزه لعلاج المرضى، والتطبيب او العلاج ار تو اكسبنسيف اليومين دول، الدواء بقى غالي، ما حكالكش عن اي حاجه زي كده ولا يقدر يقولها، انت عارف يعني. طيب اول سؤال بقى الترجمه معانا 37، طبعا كالعاده هقول لك ان الاجابه هنا ايه اللي هي رقم ايه يعني، وهقول لك رقم بي غلط ليه وسي كده. هنا في الجمله في اخرها خالص، تمكن اجيال المستقبل من استخدام العصر الرقمي، هنا قال لك بنفيت يستفيد من، حلو دي باظت. الجمله اللي بعدها قال لك يستجيب بها العالم للمعلومات الالكترونيه اللي هي سايبر اتاكس اللي هو الهجمات مش المعلومات، فكده باظت.
الاخر واحده خالص تمكن اجيال الحاضر، الجمله قال لك هنا ويتش فيوتشر جنريشن، اجيال المستقبل. الترجمه بسيطه ولطيفه في كل الدنيا مش هنا بس. الجمله الثانيه رقم، الاجابه رقم دي اللي صح. ليه بقى؟ الجمله هنا بيقول لك تخض الحكومه جهود المجتمع المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكوميه التي لم تسهم، التي لم تسهم، هنا بيقول لك هاف كونتريبيوتد يعني ساهمت. في رقم بي تقدر الحكومه جهود المجتمع المحلي بما في ذلك الجماعات غير الحكوميه. هو ما قالكش كده، قال لك governmental non governmental organizations زي هي المنظمات غير الحكوميه. رقم سي قال لك تتجاهلوا من اولها في الرغم، رغم ان هو قال لك appreciate تقدروا. طيب الجمله رقم 39 الاولى انجليزي، هنا في الجمله دي الاجابه الصح رقم سي. حلو رقم سي. طيب سوري سوري انا رحت فين، انا نزلت على واحده وسبت واحده معذره. الإجابة الصح رقم سي، تمام اللي هي دي. طيب أول واحدة إيه خطأك وإيه مشكلتك فيها؟ قال لك إن electronic box will soon place، بليس يعني مكان، هو قال لك في الجملة تحل محل يعني ريبليس، المفروض تبقى ريبليس زي دي. طيب رقم بي ما هي فيها ريبليس بس هو قال لك electric box، هو في كتب بتكهرب هي المفروض electronic box. طيب رقم دي آخر حاجة خالص soon replace modern books، هو قال لك هنا تحل الكتب التقليدية اللي هي traditional books. يبقى أنت كده زي الشاطر عرفت إن إجابتك الصح في الموضوع ده كله هي رقم سي الجميلة ديت. طيب الجملة اللي بعدها رقم 40 والأخيرة في الامتحان التاسع معانا، الإجابة الصح هنا رقم بي، اللي صح بي اللي هي دي كده لحد هنا. حلو ده كده الإجابة الصح. طيب ما تيجي نشوف كده رقم إيه غلط ليه، بس عامل لك دايرة عشان تعرف يا سطرين كده. أول واحدة كده في الكلمة في الجملة الرقم إيه الخطأ، هو بيقول لك هنا إيه the most serious problem which human beings، التي البشر يواجهونها. مين اللي بيواجه؟ البشر، يبقى أو التي يمتلكها البشر. البشر دول جمع، فالمفروض تبقى هاف ولا هاز بقى؟ فتبقى هاف، هو عاملها فعلا هاف هنا. طب في رقم سي قال لك environmental population، المفروض تبقى pollution اللي هو التلوث، لكن population هو السكان والتعداد السكاني. آخر الجملة قال لك القرن اللي هو century وهو عاملها لك هنا millennium، يبقى كده بيهبد بس بالراحة. احنا كده بفضل الله رب العالمين خلصت الامتحان ده. دلوقتي حالا انا قاعد كده احل كمان امتحان عشان نخلي العائد يبقى اقل، يا ريت ما تعديش امتحان، خلص ده وادخل على الشامل، الامتحان الشامل الثاني في السلسله. احنا كده خلصنا 9 امتحانات بالاضافه الى ان احنا خلصنا بفضل الله كتاب اي 1 ال 12 وحده كلهم، خلصنا كتاب المعاصر الترمين كاملين، خلصنا عمالقه الترم الاولاني، شرحنا معظم القواعد اللي مش موجوده في المنهج شرحناها بفضل الله، الكتابه تمرين الكتابه كل اللي احنا شرحناه هو اللي بيجي في الاسئله اصلا، الحمد لله ما فيش حاجه طلعت يعني، ولو في حاجه طلعت هنشرحها دون ما اخلال او تقصير يعني. تابع وما تعديش ولا فيديو، سجل كل فيديو، الفيديو بينزل اللينك في الجروب، انت المفروض تاخد البيكزا لينك وتبدا تشتغل زي الشاطر كده كشكولك المحترم، سجل فيه اول باول، وسجل الحاجه مره واثنين وثلاثه ما تزهقش، انا بقولها اكتر من 70 مره، فلو انت سجلتهم ورايا مرتين اتنين بس هتبقى برنس، فمن يكتب يقرا مرتين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.